إذا مستمعنا اليوم في شهوات متنوعة نقترح لكم كرواسة مالحة وغادي نمشيو للمقادير ديال العجين وكاين المقادير ديال الحشوة. المقادير ديال العجين غادي نحتاجو بيضة واحدة كاملة، ثلث الكمية ديال الزبدة نباتية، يعني تقريبا باش نعطيو المقادير تقريبا جهد ديال التبصيل ديال الشلاضة داك الصغير غادي نعمروه بالزبدة وغادي نقطعوه لطريفات صغيورين، كاس ديال الزيت، كاس ديال السنيدة، كاس ديال الحليب يكون سخون كنعبروا بالكاس العنبه، جوج معالق كبار ديال الحليب بودره، كيس واحد من الفاني، خماره واحده ديال الحلوه، كاس ديال المدافي باش نعجنوا العجينه مع داك الحليب سخون، الدقيق على حسب الخليط غادي نبداو ندخلوه تدريجيا للقياس اللي غادي يكفانا ديال الطحين، ونص معلقه صغيره دابا مع الجو غير نص معلقه صغيره ديال الخميره المعجونه وقبيصه ديال الملح. هادو هما المقادير ديال العجين. قلنا غادي نحتاجو بيضه واحده كامله، غادي نحتاجو قلنا الباكيه ديال الزبده، غادي نهزو منها ثلث الكميه ديال الزبده النباتيه اولا الزبده ديال العبر، نهزو منها كميه، وقلنا تقريبا الا كانت الزبده ديال العبر وما عرفناش القياس غادي ناخذو الطفيل ديال الشلاضه داك الصغير غادي نعمروه بالزبده وغادي نقطعوا لطريفات صغيورين، والزبده تكون واخده درجه الحراره ديال المطبخ. قلنا بيضه، قلنا الزبده، قلنا كاس ديال الزيت بالكاس العنبه كنعبروا هاد المقادير، كاس ديال السنيده، كاس ديال الحليب سخون، جوج معالق ديال الحليب بودره، كيس واحد من الفاني، خماره واحده ديال الحلوه، كاس ديال المدافي باش نعجنوا، الدقيق على حسب الخليط الكميه غادي ندخلوها على حسب الطحين اللي غادي يكفانا، ونص معلقه صغيره ديال الخميره المعجونه مع قبيصه ديال الملح. اذا بالنسبه للطريقه ديال هاد العجين الطريقه ديالو سهله، غادي نمشيو للطريقه ديال العجين باش نسهل عليكم بالنسبه للحشوه. اذا بالنسبه للعجين قلنا الطريقه سهله، كيف كنعجنوا يعني تقريبا الرغيف، غادي ناخذوا هاد المقادير كلها اللي ذكرت وغادي نعجنوها مزيان ونبداو ندخلوا الدقيق تدريجيا، يعني ناخذوا في واحد القصريه نديروا ديك البيضه، نديروا تفصيل صغير ديال الزبده مقطع لطريفات صغيره واخد درجة الحرارة ديال المطبخ، نضيفو كاس ديال الزيت وحنا كنمعكو مزيان وكنخلطو، كاس ديال السنيدة، جوج معالق ديال الحليب بودرة، كيس واحد من الفاني وحنا كنخلطو مزيان، ثم نضيفو نضيفو كاس ديال الحليب سخون، كاس ديال المدافي، وندخلو الدقيق شوية بشوية ومعلقة صغيرة كذلك ديال الخميرة المعجونة مع قبيصة ديال الملح. كاين اللي كيدير السوائل هي الأولين كيبدا يدخل الدقيق تدريجيا، كاين اللي كيعجن يعني بالطريقة العادية دقيق الكميه والمقادير وكنديروا حفيره وكنبداو نخلطوا، مهم على حسب كل سيده وكيفاش كترتاح بالنسبه للطريقه ديال العجن. كنخلطوا مزيان هاد المقادير كلها وكنعجنوها مزيان حتى كنحصلوا على واحد العجين اللي هو مرخوف، يعني ما قاصحش. كيف قلنا الدقيق كندخلوه تدريجيا داكشي ما عطيناش العبار، شويه بشويه مجرد ما كتجمع لينا العجينه كنتوقفوا على اضافه هذاك الطحين وكنخليو هذيك العجين يعني كنعجنوها مزيان ونخليوها نغطيوها ونخليوها كترتاح. غادي نخليو العجينه كترتاح ريتما اننا نمشيو نحضروا هذا الحشوه. بالنسبه للحشوه سهله، غادي نحتاجو الفلافل الالوان يعني الحمراء والخضراء والصفراء، ما غاديش نحتاجو بزاف يعني مثلا غير فلفله حمراء والصفراء يعني كتكون يعني شويه يعني عامره هذيك الفلفله، فممكن نديرو وحده ولا جوج، كذلك الحمراء والخضراء والصفراء كيف قلنا باش كتعطينا الوان، وفي نفس الوقت يعني هذوك ثلاثه يعني كيكون كيبنوا في الحشوات. بالنسبه للحشوه غادي نحتاجو اما ربعه ديال الكفته بالعطريه اولا البيبي يعني الهبره ديال البيبي اولا الهبره ديال الدجاج اولا الطون على حسب اللي متوفر عندنا، اولا يعني النقانق هذاك السوسيس ممكن على انه نحلوه ونحيدو ناخذ غير الحشوه ديالو، مهم بالنسبه للحشوه كتبقى اختياريه، المهم هو انه المقادير اللي غادي تكون مع ديك الحشوه قلنا الفلفله حمراء وخضراء وصفراء غادي نقطعوهم طريفات صغيورين نشحرهم في مقله مع شويه ديال الزيت والملحه والابزار ونحتفظوا بهم على جنب، ناخذ ديك ربعه ديال الكفته اولا البيبي اولا الصدوره ديال الدجاج مقطعين مربعات اولا الى الطون اللي ما كيحتاجش انه يطيب، يعني اما واحد من هاد اللي متوفر عندنا. بالنسبه لهاد الكرواسه مالحه ديال هاد الاقتراح حضرت يعني تحضرت بالكفته، فغادي ناخذوا كميه من الكفته على حسب القياس اللي عندنا، يعني ربعه ديال الكفته وحنا طالعين على حسب عدد افراد اسره على حسب كميه ديال العجينه اللي درنا، غادي ناخذوا ديك الكفته تكون فيها العطريه اما يعني بالعطريه واجده اولا نضيفوا العطريه على حسب اللي كنبغي، ممكن نضيفوا الحار اختياري الشونيه مع شويه ديال التحميره الملح الابزار
وكنضيفوا جوج معالق كبار ديال القزبر ومعدنوس على ديك الكفته، ومن بعد كنشحروها حتى هي يعني كناخذوا ديك الفلفله الحمراء والخضراء والصفراء نشحروها، قلنا شويه الزيت وشويه الملح والابزار، ملي كتشحر كنحيدوها من هذيك المقله وكنخليوها ديك الزبيته اللي تلقات فيها، وغادي نضيفوا ليها ديك الكفته بالعطريه مع جوج معالق كبار ديال القزبر ومعدنوس مفرومين، وكنحركوا مزيان حتى كتفتت لينا مزيان ديك الكفته. ثم كناخذوا واحد الاناء غارق كنديروا يعني هذيك الفلفله بالالوان، كنضيفوا كذلك اللي شحرنا، كنضيفوا الكفته كذلك اللي شحرنا، كنضيفوا واحد بصله كبيره حتى هي مشلضه بنفس الطريقه، شويه ديال الزيت وشويه الملح والابزار، ومن بعد كنضيفوا زلافه صغيره ديال الزيتون خضر مقرد رقيق مع زلافه ديال الزيتون الكحل الاسود مقرد حتى هو رقيق، على حسب بالنسبه للزيتون الكحل والخضر كيبقى الاختيار ديالكم، اما نديروا زلافه صغيره اولا معلقه ولا جوج معالق على حسب الكميه اللي بغينا ندخلوا ديال الزيتون. غادي نديروا كذلك زلافه صغيره ديال الكاشير محكوك في الحكاكه الغليظه، بيضه مسلوقه ولا جوج بيضات يكونوا مسلوقين، وغادي نقطعوهم اما طريفات صغيرين اولا حتى هما نحكوهم في الحكاكه الغليظه. فهادو هما المقادير، يعني الفلفله الوان كنشحروها وكنضيفوا ليها كذلك الكفته مشحره، نضيفوا كذلك البصله مشلضه ومشحره في شويه ديال الزيت، كنديروهم في واحد الاناء ونضيفوا شويه ديال الزيتون خضر مقرد رقيق، شويه ديال الزيتون كحل حتى هو مقرد رقيق، زلافه صغيره ديال الكاشير محكوك في الحكاكه الغليظه، بيضه حتى جوج بيضات مسلوقين وحتى هما محكوكين في الحكاكه الغليظه، وكنخلطوا مزيان حتى كنحصلوا على واحد الحشوه. ملي كنكون وجدنا الحشوه كتكون هذيك العجينه ديال الكرواسا يعني ترخفات، وكناخذوا هذا العجين كنورقوه مزيان يعني كنبسطوه مزيان بالمدلك في البوطاجي اما الرخامه ديالنا ديال الكوزينه اولا في شي يعني طبله قدامنا، وكنرشوها بشويه ديال الدقيق الفورص، وحتى العجينه حتى هي كنرشوها بدقيق الفورص، وكنبداو نخرجوا منها الهواء وكنورقوها مزيان بالمدلك حتى كتورق مزيان. كيبقى الاختيار ديالكم، اما غادي نديروها كرواسة على شكل مثلثات بحال كرواسة السامبل اللي كتكون بلا شوكولات، اولا غادي نديروها بحال كرواسة ديال الشوكولات بالنسبه للطريقه، اما غادي نديروا هذيك العجينه ملي نورقوها نورقوها على شكل دائره ونبداو نقطعوها بالموس يعني من الفوق حتى لتحت حتى كتجينا الدائره كلها على شكل مثلثات، وكناخذوا دوك جوج قنات ليمن وليسر كنديروا فيه شويه ديال الحشوه ما كنكثروش بزاف، وكنبقاو نبرمو حتى كنوصلوا لهذاك القنت اللي بوحدو، ومن بعد كنلويو على اليمن واليسر باش كتجينا على شكل هلاليات على شكل كرواسه اللي كتكون بلا شكلاط. وممكن الكميه الاخرى غادي ناخذوا هاد العجين ونورقوها مزيان على شكل مستطيل، وكنقطعوها على شكل اشرطه على شكل يعني على شكل سميطات هكا شويه عراض، وكنحطوا كميه كنحصلوا يعني على اشرطه ولا سميطات هكا شويه عراض وطوال، وكنديروا كنديروا الحشوه نهزوا بالمعلقه الكميه ما نكثروش منها باش ما تخرجش لينا من الجناب، وكنبقاو كذلك حتى هي كنبقاو نبرمو كنتنيو الحشوه على العجين كنتنيو الحشوه على العجين حتى كنكملوا، وفي الجنب الاخير يعني في الجهه المقابله لهذوك السميطات كناخذوا السكين الراس ديالو وكنبداو نفلحوا واحد شويه، نديروا واحد ثلاثه ديال التفليحات بالموس يعني وحده، ونخليو واحد شويه ونديروا وحده حتى نديروا واحد ثلاثه باش ما كنخليوش هذيك العجينه مزيره، وكنعاودوا نهزوا هذاك يعني الجهه ديال العجينه اللي فلحنا بالموس كنعاودوا نهزوها وكنديروها من الفوق ديال يعني العجين ديال الكرواسه باش كنغطيوها، وفي نفس الوقت ما كتخرجش لينا الحشوه كنستفوها في اللاطة ديال الفران، ومباشره كنخليوها يعني حتى كترتاح، وكندهنوها اما ب يعني بيضه كامله مع صفار بيضه مع شويه ديال الحليب مخلطين، ولا ممكن نديروا بيضه مع القهوه مقطره داك الماء ديالها ناخذوا كميه منه وكنخلطوه مزيان، وكندهنوا بالشتاء هاد كرواسه ونعاودوا نخليوها حتى كتخمر مزيان، ومباشره كندخلوها للفران حتى كطيب وكتحمر مزيان، ملي كطيب وكتحمر كنخرجوها وهي مازال سخونه وكنحكوا عليها الفرماج يعني من الفوق يعني من فرماج محكوك، ممكن على أننا نزينو بطريفات ديال الكاشير ولا شويه ديال كيتشوب مع شويه ديال المايونيز نخلطوهم ونهزو واحد الكميه منهم ونديروهم فوق الكرواسه، وحنا كنرشو يعني بالفرماج اولا نديرو البافو اولا شويه ديال الوريقات ديال المعدنوس بالنسبه للتزيين، فكيبقى الاختيار ديال كل سيده.